نيجي بقى لاخبار فرقه النهارده. فرقتنا النهارده والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم يعني الحمد لله النهارده بتكتمل قائمه الاهلي باستثناء طبعا المصابين والغايبين بقى لهم فتره. الاصابه الاخيره لاجاي واصابه كابتن محمود متولي، فيما عدا ذلك كل اللعيبه اللي اصيبت بفيروس كورونا وغابت الفتره الاخيره عن الماتشات او والتدريبات رجعت مره ثانيه بسلامه الله للفريق. واخر متعافين من فيروس كورونا كان احمد رمضان بيكهام اللي انضم للنادي الاهلي، ويمكن بعد 24 ساعه من الاعلان عن الصفقه اصيب بالفيروس كورونا، كان جاي لنا طبعا من وادي دجله وان كان مش غريب على القلعه الحمراء. كمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم هيكون جاهز طبعا للتدريبات او شارك في التدريبات وهيكون جاهز للماتشات. كمان كابتن وليد سليمان واليو ديانج واحمد ياسر ريان تم الاعلان عن يعني شفائهم من فيروس كورونا وشاركوا النهارده في تدريبات الفريق وان شاء الله يكونوا جاهزين للماتشات اللي جايه. طيب بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي عقد جلسه طويله مع طبعا الجهاز المعاون على هامش مران الفريق النهارده علشان طبعا الترتيب بقى المرحله اللي جايه اللي هتشهد بدء مشوار الفريق ان شاء الله في نسخه الدوري الجديد للموسم 2020-2021. وزي ما حضراتكم عارفين احنا هنبدا بقى رحله الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهه مصر المقاصه يوم الاحد اللي جاي على استاد الاهلي الجديد بمدينه السلام.